يقول: استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها، وبعد مضي 20 عاما طلب أصحابها من المستأجر شراء الأرض، فلم يستطع شراءها، فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حينذاك لأنها مؤجرة، فأخذها المشتري على أن له نصفها. هل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا النصف أو يأخذ خلو رجل ويتركها؟ أفيدونا أفادكم الله. المستأجر ليس له استحقاق في هذه الأرض إلا المدة، مدة الإجارة، فله حق فيها. إن شاء استمر في استنفادها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة، وإن شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الآخر، فليس للمستأجر إلا بقية المدة التي استأجر الأرض فيها، إن شاء استوفاها بنفسه أو بنائبه، وإن شاء تصالح مع صاحب الأرض أو مشتري الأرض وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة. أما أن يصبح شريكا لصاحب الأرض بموجب الإجارة فهذا غير سليم. نعم. نعم، وعن إمكانية أخذه خلو رجل كما يسمي، يعني معاوضة عن نعم. بقية المدة لا بأس بذلك، لأن الحق له في ذلك. فإذا تصالح على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الأرض للمشتري نعم، فلا بأس بذلك، لأن الحق لهما. أحسن الله إليكم.